عطر لسانك بالصلاة على الذي سماه ربي في الكتاب رحيما، وعليه صلى والملائك كلهم، وأهل بالخلق العظيم عظيما. صلوا على من جاء نورا هاديا، صلوا عليه وسلموا تسليما. هيا أيها الإخوة المؤمنون، نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل حتى يحين موعد أذان العشاء، والمبتهل الشيخ محمود هاني فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا ونورا وهداية ونصرا على أعدائنا يا رب. يا يا سيد الأكوان، ما أحلاك يا سيد الأكوان، وحي الكريم بذكره حيا. وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين معلما في الغار تعبد مخلصا مولاك. وأتاك جبريل الأمين معلما في الغار تعبد مخلصا مولاك، فاقرأ كتاب الله
ملأ الوجود بنوره ناداك. نصلي جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم كما عودنا فنقول: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سلم، صلى الله على محمد. حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي. حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي. صحبه خير الرجال، بايع الغادي محمد، صلى سلم، صلى الله على محمد وسلم. بحر علم الله أحمد، كل من يلقاه يسعد. بحر علم الله أحمد، كل من يلقاه يسعد. حوضه الصافي المبرد، للذي يهوى محمد، صلى الله صلى الله على محمد. صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد، لا وحبك لا أحب أن أكون كما أريد، بل مرادي منك عني عن مرادك لا أحيد. يا مرادي بل وعوني، أنت لي ركن شديد، ليس ينفع بعد مال لا ولا يجزي الوليد، غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد. وحما طه التهامي، يحتمي فيه العبيد، عندها يأتي المشفع فيوافينا السعود، ولدى العرش ينادي: يا رحيما يا ودود، أمتي والناس طرا فيناديه الحميد: يا حبيبي يا محمد، قد وقفتك ما تريد، قم إلى النار وطأها وانهي وأمر يا سعيد، وتمنى تعطى منا فيوافيك المزيد.